فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا بد أن تكون الكفارة في الظهار قبل الجماع، فمن نعم لقوله تعالى من قبل أن يتماس. نعم. فما الحكم إذا فعلها بعد الجماع أو جامع أثناء الكفارة؟ أخطأ، يصير أخطأ، يستغفر الله ويتوب إليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.